احتفل اليوم الممثل الشاب حسن أبو الروس بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، ونشر أبو الروس عدة صور من كواليس حفل الزفاف والذي خطف الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طرافته وغرابته، إذ أقيم حفل الزفاف في الملاهي بالإضافة إلى ارتداء العريس لملابس غريبة، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور والذين أعجبوا بالروح المرحة للزوجين واحتفالهم الغير تقليدي بزواجهما. وحضر عدد من النجوم زفاف حسن أبو الروس، ومنهم الفنانة بشرى وزوجها وهنا شيحة والمخرج كريم الشناوي وعمر السعيد وغيرهم. الممثل حسن أبو الروس حقق شهرة كبيرة بسبب مشاركته في مسلسل بميت وش في رمضان الماضي، وكان أحد أفراد عصابة الميت وش مع نيلي كريم وآسر ياسين وشريف الدسوقي ومصطفى درويش وغيرهم. احنا يا جماعة في فرح حسن أبو الروس حبيبنا، بس أول مرة. خد يا حسن، تعال عليا يا لب يا لب. أول فرح في الملاهي. بص بقى مين ظهر لك فجأة. ولا يا حسن، ولا عظيم. بص بس ايه رايك؟ بص مرغز، خلي بالك. جماعة قول يا مستر، قول يا جماعة. ولا لكم على حاجة، اخر واحدة في الكدر هي اخره هنا، ناحية التانية هنا. ممكن اقول حاجة؟ بعد الجواز هيبقى حاجة تانية إن شاء الله، هيطلع لك درس العقل. نقول مبروك مبروك ليلتنا الليلة مبروك، تعالى في حضني أواك ناخد كام صورة أرجوك. نقول مبروك مبروك.
لله بدليل ان احنا بنلعب لعب يعني هو ده الفرح ده الفرح ده الفرح تلعب فرح هو فرح في الملاهي احنا في الملاهي ومعايا ميكسون وعمر السعيد هنعرف حسن من 2004 من الجامعة بيه تعالي يا جماعة حسن جوه بيتصور فين؟ في المرجحة اللي هناك ربنا احلف تعالوا ربنا طب هو على فكرة بس تعود الدعاء الاسم يلا يا جماعة بصوت عالي كده ونسمع وما نتكلمش مع بعض علشان الشيخ يقول العقل يا جماعة لو وصل ده انت الدور شوية عشان الكمبيوتر وصل ده انت الدور شوية لو سمحتوا Aquí la vamos a montar. ابويا قال لي ارمي الشباك بك والبأس اللي الشباك ده يا رب اول فرح في المير ايه العربية الصغيرة اهو يلا باي باي ايوه